مرحبا بكم درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية المرحلة الابتدائية، واليوم عندنا درس جديد من كتاب النشاط للصف الثاني ابتدائي English for Iraq Second Primary Activity Book page 56 and page 57 from unit 5 lesson 2 من الوحدة الخامسة الدرس الثاني. قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم، إذا كنت جديد بالقناة لا تنسى الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات وضغط زر اللايك لدعم الفيديو ودعم القناة. عندنا أول تمرين درسنا لهذا اليوم بعنوان Read and Match. Read and Match، اقرأ وطابق. يريد من عندنا نقرأ الكلمات اللي موجودة بالأسفل ونطابقها مع الصور اللي موجودة بالأعلى. الكلمات اللي عندنا الأولى اللي هي T-shirt. T-shirt، طبعا T-shirt هو التيشيرت اللي يرتديه الولد. عندنا socks اللي هي الجوارب. عندنا dress اللي هو الفستان. وعندنا skirt اللي هي التنورة. وعندنا trousers اللي هو البنطلون. وعندنا shirt اللي هو القميص. T-shirt Socks. Dress. Skirt. Trousers. Shirt. إذن عندنا أول كلمة اللي هي التيشيرت. من بدأ يبتدي التيشيرت عندنا بالصورة مثل ما تشوفون، عندنا هذا كريم وهاي دينا وهذا هادي. عندنا التيشيرت من بدأ يبتدي حاليا تيشيرت، نعم كريم بدأ يبتدي تيشيرت. عندنا سوكس جوارب من بدأ يبتدي حاليا، نعم هادي بدأ يبتدي سوكس. عندنا dress اللي هو الفستان من دير تدي، نعم دينا. عندنا skirt، اكو حد دير تدي هنا بالصورة skirt النورة، اكو. عندنا trousers اللي هو البنطلون من دير تدي، عندنا هادي وكريم اثنين هم دير تدون لtrousers، اذا راح نأشر على هادي وعلى كريم. عندنا اخر شيء shirt اللي هو القميص من دير تدي حاليا shirt، نعم هادي شيرت دير تدي القميص. إذن التي شيرت كريم، سوكس هادي، دريس دينا، سكيرت ماكو حد، تراوزرز كريم اند هادي، وعندنا شيرت اللي هو من دير تدي هادي. نعم هاي هي طريقة حل التمرين الأول، هو فقط نقرأ الكلمات ونطابقهن مع الشخصيات اللي موجودة أمامنا. ننتقل للتمرين الثاني اللي هو بعنوان Read and Tick or Cross، يعني تخلي إما صح أو خطأ. راح نقرأ الجملة، إذا الجملة صحيحة راح نخلي شنو؟ Tick. إذا الجملة خاطئة شنو نخلي؟ Cross اللي هو خطأ. عندنا الجملة الأولى يقول لنا هادي is wearing a shirt. هادي شبي is wearing a shirt، هو يرتدي shirt اللي هو قميص، نعم هو دي يرتدي هنا قميص مثل ما تشوفون. إذن هاي الجملة شنو؟ صحيحة. عندنا number 2 أو الجملة الثانية، عندنا Dina is wearing skirt. Dina ترتدي wearing معناها ترتدي skirt اللي هي تنورة. هل دينا ترتدي التنورة هنا أمامكم؟ No. Dina is wearing a dress. دينا هي ترتدي dress مو skirt. إذا هنا شو حيكون؟ خطأ. عندنا اللي بعدها كريم is wearing a hat. كريم
is wearing a hat. كريم هو يرتدي hat قبعة. كريم هنا تشوفوا ده يرتدي قبعة؟ No. No. إذن هنا شو راح نخلي؟ Cross. يعني كريم. كريم is not wearing a hat. كريم ما يرتدي قبعة. ما يرتدي قبعة حاليا. إذن الجملة هاي خاطئة. اللي بعده نمبر 3 يقول لنا draw and write. Draw and write. ارسم واكتب. يقول لك what are you wearing? What are you wearing? انت شنو ترتدي؟ ممكن ترسم الشغلات اللي ترتديها انت. مثلا ممكن نرسم hat. Hat. ممكن نرسم hat. يقول لك number 3 draw and write. ارسم واكتب. What are you wearing? انت شنو ترتدي؟ ممكن ترسم شخصية وتلبسها الملابس اللي انت ترتديها، او ممكن ترسم فقط الاشياء اللي انت ترتديها. مثلا انت ترتدي قميص، ترسم قميص. ترتدي قبعة، ترسم قبعة. ترتدي مثلا ترتدين فستان، ترسمين فستان. أي ملابس ترتديها ممكن ترسمها، ممكن ترسم شخصية مثل ما قلنا وتلبسها الملابس اللي تريدها أنت أو اللي ترتديها أنت. حتى من بعدها من يسألك what are you wearing أو أنت شنو ترتدي، حتى تجاوب بالملابس اللي أنت ترتديها. ممكن تخلي الأشياء اللي ترتديها أنت. هذا مثلا دي يرتدي هنا قميص wearing a t-shirt أو wearing a shirt. دي يرتدي shirt قميص مو t-shirt. يرتدي أيضا I'm wearing a trousers. I'm wearing a shoes. I'm wearing مثلا a hat أخلي قبعة. ترسم الأشياء اللي ترتديها أنت. I'm wearing مثلا a T-shirt. بعدها مثلا and I'm wearing a hat. I'm wearing a trousers. And I'm wearing a shoes. بهاي الطريقة نجاوب على هذا السؤال. ننتقل إلى صفحة 57 من الدرس الثاني. Number 4 trace and copy. Trace and copy. يريد من عندنا نطوخ، من بعدها راح ننسخ الحرف اللي موجود أمامنا. إذن حرف اليوم هو حرف ال C. اسمه C. اسمه شنو؟ اسمه C. لكن شنو صوته؟ صوته ك. صوته ك. أول شيء راح نسوي له هو نطوخ الحرف. نطوخ الحرف. نسوي له كريس، نطوخ الحرف حتى تأخذ إيدنا على طريقة كتابة هذا الحرف. من بعدها راح نسوي له كوبي، راح ننسخ الحرف، راح ننسخ الحرف على الخطوط. ها طبعا هذا الحرف الكابيتال، هذا كابيتال، كابيتال حرف ال سي. من بعدها راح ننسخه على الخطوط اللي موجودة بالأسفل. سي سوي له كوبي، ننسخه مرة أخرى. سي عندنا حرف ال دي خط عدل، ومن بعدها تجي بهذا الشكل خط عدل، ومن بعدها تجي بهذا الشكل خط عدل، ومن بعدها نجي بهذا الشكل مثل ما تشوفون. هاي طريقة كتابة حرف الدي. عندنا من بعدها راح نعيد كتابة حرف السي على الخطوط اللي موجودة أمامنا. طبعا هذا السي السمول وهذا السي الكابيتال. اسمه سي وصوته ك. ك يلفظ ك. إذن راح ننسخ الحرف كوبي، نسوي له بهاي الطريقة. ممكن نكتب حرف ال C. من بعدها عندنا حرف ال D خط عدل، ومن بعدها بهذا الشكل خط عدل،
وبهذا الشكل. بهذا الشكل نكتب حرف ال D. من بعدها يريد من عندنا نسوي trace لحرف ال C الكابيتال، نطوق حرف ال C الكابيتال. بهذا الشكل. بعدها عندنا حرف ال D. هاي طريقة كتابة حرف السي وحرف الدي. أيضا ننقلهن بالدفتر المدرسي الخاص بنا نتمرن عليهن ونتمرن على طريقة كتابتهن أكثر من مرة إلى أن نحفظ الحرف وطريقة كتابته بشكل صحيح حتى نتعلم الطريقة الصحيحة لكتابة هاي الحروف. عندنا آخر شيء نمبر 5 يقول لنا write the letters. write the letters اكتب الحروف. طبعا عندنا هنا كلمات بها حروف مفقودة، راح نكتب هاي الحروف المفقودة لهذه الكلمات. أول صورة عندنا صورة duck. duck duck يا حرف مفقود حرف ال د duck duck. اللي بعدها عندنا صورة الكار. كار كار يا حرف مفقود حرف الكي. بعدها عندنا نمبر 3 دوغ. دوغ يا حرف مفقود، نعم صحيح حرف الدي دوغ. عندنا نمبر 4 عندنا الكيك. كيك يا حرف مفقود حرف الكي كيك. اللي بعدها نمبر 5 عندنا كات. كات يا حرف مفقود حرف ال ك. فيري جود كات. اخر صورة عندنا نمبر 6 عندنا دو. دو حرف ال د. نعم هاي هي طريقة حل هذا التمرين. هنا نكون وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم. أيضا لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات، وضغط زر اللايك لدعم الفيديو ودعم القناة. إلى اللقاء في درس آخر.